السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فدك الإخبارية. أسفر هجوم إرهابي على مسجد شيعي شرق الجزيرة المحمدية عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين، وذلك وفق ما أعلنت عنه بعض المصادر الرسمية. الهجوم الإرهابي استهدف مسجد الإمام الرضا عليه السلام والواقع في حي المحاسن بمدينة الأحساء شرق الجزيرة المحمدية. ووفق بعض شهود عيان، فإن حماة الصلاة الذين يعملون على تأمين المصلين علموا بوجود إرهابي في مدخل المسجد أثناء تأدية المصلين لصلاة العصر، الشيء الذي جعلهم يبادرون على الفور بإغلاق الأبواب. الشهود أوضحوا أيضا أن الإرهابي الأول قام بتفجير نفسه بالقرب من باب المسجد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وأن إرهابيا آخر استطاع بعد ذلك الدخول بسلاحه الرشاش وبدأ بإطلاق عدة أعيرة نارية بشكل عشوائي، مما تسبب باستشهاد بعض المصلين وإصابة آخرين، موضحين بأن بعض المصلين تمكنوا بعد ذلك من الإمساك به وتجريده من سلاحه ومن حزام ناسف كان يرتديه. وتناقل مغردون على موقع تويتر أن شابا احتضن الإرهابية ومنعه من إطلاق النار على المصلين، فيما ذكرت بعض المصادر بأن إرهابيا ثالثا تمكن من الفرار من موقع الهجوم الإرهابي. يذكر أن تنظيم داعش البكري كان قد قام بعمليات إرهابية مماثلة في وقت سابق، وكانت قد استهدفت أيضا المصلين في مساجد الشيعة شرق الجزيرة المحمدية. من جهته، أدان الشيخ الحبيب الهجوم الناصبي على مسجد الإمام الرضا عليه السلام، وأكد أن الإرهاب لن يضعف عزم الشيعة على إرجاع الأمة إلى شرعية الكتاب والعترة عليهم السلام. وسأل الشيخ الحبيب الله تعالى أن يتقبل الشهداء الأبرار الذين سقطوا في الأحساء اليوم، وأن يحشرهم مع خاتم النبيين وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. حمل التقرير الدولي الخاص بعام 2015 الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان، حمل الكثير من الانتقادات للدول العربية، مبرزا بشكل عام أن سياسات الخوف دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التضييق على حقوق الإنسان. ففيما يسمى بالسعودية، قالت المنظمة الدولية أن السلطات لا تزال تعتقل عشرات النشطاء والمعارضين السلميين المسجونين، كما أنها تستمر في العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس. أما في قطر، فإن الإصلاحات العمالية التي تبنتها الدولة لم توفر حماية كبيرة للعمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، كما وتركتهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري. وفي مصر، لفتت المنظمة إلى أن حقوق الإنسان لا تزال في أزمة، وأن السلطات استخدمت التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثر، وقد تكون ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وانتقدت المنظمة الدولية سياسة السلطات اللبنانية إزاء إقامة اللاجئين السوريين وإفلات قوات الأمن من العقاب، لا سيما أثناء تفريق محتجين على خلفية ما يعرف في البلاد بأزمة النفايات. وفي المغرب، قالت المنظمة أن التسامح مع الأصوات المعارضة زاد تضاؤلا، وأن أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم منعها، كما وجهت السلطات المغربية تهم المس بالأمن الداخلي إلى 5 نشطاء إعلاميين، ومنعت مظاهرات للانفصاليين. بينما فشلت الحكومة الجزائرية حسب المنظمة في إدخال الإصلاحات التي وعدت بها في عام 2011، وفرضت قيودا شديدة على حقوق الإنسان، واستمرت في خنق حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والاحتجاج، كما ولاحقت عددا من النشطاء. وبخصوص الإمارات، فإن السلطات تستمر في الاعتقال التعسفي وأحيانا الإخفاء القسري لمنتقدي سياساتها الرسمية. وتتحدث أيضا المنظمة عن وجود ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة. أما في الأردن، فالحكومة قلصت من حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم للنشطاء والمعارضين والصحفيين، ولم تقم بمساءلة الأجهزة الأمنية.
بينما قمعت الحكومة الكويتية حرية التعبير بشدة مستخدمة أحكام الدستور والقانون. وللمزيد من التفصيل مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، معنا من العاصمة المغربية الرباط نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام. أستاذ عبد الإله، السلام عليكم. سلام. أستاذ عبد الإله، بصفتكم نائبا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي ضوء التقرير الدولي الأخير الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch، حيث تطرق هذا التقرير للأوضاع المغربية أوضاع الحقوق المتردية في المغرب عفوا، فما هو تقييمكم للوضعية الحقوقية الحالية في البلاد؟ تقرير منظمة Human Rights Watch لم يجانب الصواب في تقييمه لأوضاع الإنسان في بلدنا. نعم. وطبعا أتى في التقرير على ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبار ما تتعرض له منذ يوليوز 2014 من اعتداء على عملها وعلى نشطائها الذي وصل حد الزج بالبعض فيهم داخل السجون. نعم. إذن هذا الواقع يتركز بالأساس في منذ 2014 إلى يومنا هذا في منع الجمعية من أكثر من 100 نشاط، أكثر من 100 نشاط، وعدم تسليم وصولات إيداع القانونية لأكثر من 52 من فروعها، رغم أن الأعضاء أصدر 3 أحكام لصالح الجمعية يعتبر هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات إجراءات لا قانونية ولا أساس لها من الواقع. نعم. أستاذ عبد الله، عفوا عن المقاطعة، كيف تفسرون الصورة الوردية عن حقوق الإنسان المطبعة عند البعض عن المغرب، في الحين الذي نرى طبعاً فيه صور مأساوية عند متابعة التقارير الإعلامية والحقوقية؟ يعني مثلا عند مثلا أستاذ مثلا عند مقاربة ما يجري مثلا ما جرى من أحداث التضييق والتعسف للحركات الاحتجاجية التي قادتها مثلا حركة 20 فبراير بين الربيع العربي مثلا، أو كافة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بخصوص التشغيل المعروفة، يعني كمظاهرات الأساتذة المتدربين الأخيرة أو وغيرها من المظاهرات السلمية التي يتم التعامل معها بعنف، كيف تفسر ذلك في الحين الذي نرى فيه تصريحات من الحكومة المغربية، حكومة بن كيران والحكومات السابقة أيضا، بل وأيضا الخطابات الملكية يعني باسم مثلا محمد السادس الذي يتكلم مثلا بلغة حقوقية متزنة، ولكن كل هذا نجده مخالف لما يدعيه الناشطون الحقوقيون بالمغرب، ما هو تفسيرك لهذا أستاذ عبد الإله؟ أظن أن هذا هو جوهر المشكل في الحقيقة، هو ذلك البعد الشاسع بين الخطاب والممارسة. فعلى امتداد خريطة العالم العربي نجد عددا من الدول تتحدث عن احترام حقوق الإنسان، وفي الواقع نحن نرى ما يجري في العالم العربي من اعتداءات تمس الحق في الحياة وتمس جميع الحقوق والحريات الأساسية المضمونة بموجب الاتفاقيات الدولية. إذن المغرب نفس الشيء، رغم إن كان المغرب قد تعدم جزئيا في مجالات متعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات، في ما جاء به الدستور الجديد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، ولكن على أرض الواقع ترجمة ما نص عليه الدستور نجدها مفتعدة ولا أدل على ذلك مما تعرض له الأساتذة المتدربون. وطبعا تستمر سياسة الإفلات من العقاب مشجعة للذين يرتكبون هذه الانتكاسات على الاستمرار في هذا. طبعا هذا مرتبط كذلك بعدم تنفيذ جزء كبير جدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأساسا منها تلك المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب. إذن الفلسفة التي قام عليها مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة كان هو عدم التكرار، ولكننا نلحظ اليوم أن الانتهاكات تتكرر وتمس عدد من الحقوق. نحن نتابع يوميا عبر الجرائد التعذيب الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات في مخاطر الشرطة، وكذلك الإفراط في استعمال القوة العمومية التي توجه بها الاحتجاجات السلمية وآخرها ما تعرض له الأساتذة المتدربون، والتي وصلت إلى أشكال هي خطيرة بالنسبة لعدد من الأساتذة المتدربين. نعم. إذن هذا يوضح هذا. كذلك المتابعات، الأمس كانت المحاكمة للمعطي منجيب وستة من رفاعه
نظرا لاشتغالهم بمجال صحافة التحقيق. طبعا كذلك هناك القانون الصحافة الذي جاء والذي مجمل المشتغلين بالحق لمهنة الصحافة ينتعدونه ويعتبرونه جاء تقييدا لحرية الصحافة وإجهازا على ما تبقى من المكتسبات التي كانت ركمتها الحركة الحقوقية. أستاذ عبد الإله، أستاذ عبد الإله، فقط لوضع المشاهدين في الصورة يعني كاملة حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، هذا بالنسبة للتقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، ماذا عن التقارير المتوالية كل سنة حول أو التقارير خصوصا التقارير الأمريكية التي تهم مجال الحريات الدينية بالمغرب؟ فمثلا مؤخرا سمعنا كإعلاميين بأن هنالك تضييقا مثلا على حركة التشيع في المغرب، فما هو قولكم وما هي يعني ما هي المبادرات التي قامت بها الجمعية المغربية حقوق الإنسان في هذا المجال؟ طبعا نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتابع هذا الموضوع باهتمام كبير، وهو مصادرة الحق في الاعتقاد. وطبعا من بين الفئات التي تعرضت هم المتبعين للمذهب الشيعي، ونحن طبعا نبهنا السلطات من خلال الرسائل ومن خلال بياناتنا إلى ضرورة احترام الحق في الاعتقاد، وليس مفروضا على الناس أن تعتقد بما تعتقده الدولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليست فقط تقارير الخارجية الأمريكية، بل هناك تقارير منظمة العفو الدولية وتقارير الفيدرالية الدولية وتقارير الشبكة الأمم المتوسطية، كلها تجمع على التراجع الذي تعرفه أوضاع الإنسان وما يشهده، سواء حرية التجمع أو حرية التظاهر، هذا دون الحديث عن انتهاكات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعافية والبيئية. وتنظن أن التوتر الذي يسود العلاقات ما بين النقابات وما بين الحكومة يوضح هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأوضاع الحقوقية في البلاد. من جهة أخرى أن عندما حتى الدولة نفسها من خلال مؤسساتها كالمجلس الوطني للإنسان الذي أصدر خلال السنوات الماضية عددا من التقارير تهم السجون، تهم مراكز الاستشفاء النفسية، تهم مراكز الأحداث، وكلها تتحدث عن التعذيب وتحدث عن ظروف الإقامة السيئة وعن الممارسات الحاطة من الكرامة. إذن هذا حتى من داخل ويتضمن هذه التقارير توصيات، ولكن مآل تلك التوصيات لا نجد له تفعيلا على أرض الواقع. أستاذ عبد الإله، هناك خبر أيضا ورد هذه الأيام وهو حول أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم إعلان كل من المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة، وذلك لإرجاع اللاجئين الذي يتقدمون باللجوء من المغرب والجزائر وتونس ومثلا يدعون أو يزعمون بأن لهم مشاكل بالمغرب، يعتزم الائتلاف الحاكم على إرجاعهم إلى بلدانهم. فما هو تعليقك على ما قال به نائب المستشارة الألمانية ميركل؟ طبعا نحن نعتبر أن التطورات التي يعرفها العالم والمتسمة بتراجعات بسبب تصاعد النزوعات الإرهابية قد شجعت الاتجاهات اليمينية في عدد من الدول والاتجاهات العنصرية، ولكن هذا لا يجب أن يمس حقوق الإنسان. يجب أن يتم محاربة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان، والإجراءات التي تقوم بها عدد من الدول هي إجراءات منافية لحقوق الإنسان ومنافية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها. وأظن أن الموقف الذي اتخذته وزيرة العدل الفرنسية دليل على أن هناك داخل الغرب نفسه من يعارض هذه الإجراءات والتي يعتبرونها إجهازا على المكتسبات التي ركمتها أوروبا على امتداد عقود. ومن الأكيد أن المعادون للأجانب وطبعا الاتجاهات العنصرية واليمينية والمتطرفة داخل الغرب ستصعد من اعتداءاتها على
المهاجرين وعلى طبعا على المجموعات ذات الأصول العربية والإفريقية والإسلامية. إذن هذا طبعا يستدعي من الحركة الحقوقية العالمية ومن كل المناصرين لحقوق الإنسان عبر العالم التحرك للتصدي لهذا الهجوم على حقوق الإنسان في العالم. إذن هذه مهمة تنتظر كل المدافعين على حقوق الإنسان عبر العالم حتى لا تزداد الهوة بين الشعوب، وحتى طبعا يتم الحفاظ على، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في لقاءاتنا مع الاتحاد الأوروبي وعمى مجموعة من السفارات ننبه إلى طبعا الليونة التي أصبحت تتعامل مع بها الدول الأوروبية مع الحكومات التي لا زالت تمارس الاستبداد ولا زالت تنتهي حقوق الإنسان، ولم تعد حقوق الإنسان في الاتفاقيات التي تبرم بينها كإحدى العناصر الأساسية، بل أصبح يتم الحديث بصيغ أخرى يتم الالتفاف فيها على حقوق الإنسان. الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. أفادت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا سيلتقي وفد الحكومة السورية في جنيف، وأضافت المنظمة الأممية أن دي مستورا سيلتقي كذلك ببقية المشاركين في مفاوضات جنيف الثالثة بشكل منفصل. هذا وأعلنت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا خولة مطر أن ستيفان دي مستورا سيبدأ مفاوضات جنيف بلقاء مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة. من جهتها قالت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة والمدعومة مما يسمى بالسعودية، قالت أنها لن تشارك في المباحثات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة من قبل القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت وكالة رويترز عن جورج صبرا وهو عضو في الهيئة العليا للمفاوضات قوله: من المؤكد أننا لن نتوجه إلى جنيف ولن يكون هنالك وفد في اليوم الأول من المباحثات الجمعة. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن عضو بارز في الهيئة أنه من المتوقع اتخاذ قرار اليوم بشأن المشاركة في المباحثات، وينصب اهتمام المحادثات المرتقبة حاليا على وقف واسع لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف التهديد الذي يمثله تنظيم داعش البكري. لكن الهدف النهائي للمباحثات يتمثل في تسوية الصراع تشمل فترة انتقالية تنتهي بانتخابات تماشيا مع قرار صادر عن مجلس الأمن الشهر الماضي. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة ستلاحق تنظيم داعش البكري إلى ليبيا في إطار تصديها للتنظيم الإرهابي ولن تتوقف عند حدود العراق وسوريا. واجتمع أوباما مع مجلس الأمن القومي لمناقشة تصاعد نفوذ التنظيم البكري في ليبيا وسط تنامي للفراغ السياسي هناك. وأكد أوباما أن الولايات المتحدة ستلاحق التنظيم البكري إلى أي مكان تقتضيه الضرورة، وأصدر تعليماته أيضا للمجلس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في ليبيا وفي أي دولة أخرى يحاول التنظيم تكريس وجوده فيها. وتشهد ليبيا اضطرابات وأحداث عنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، ومن مظاهر غياب الاستقرار في البلاد وجود حكومتين وبرلمانين مختلفين في ليبيا، حيث تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة طبرق شرق البلاد مقرا لها، بينما استقرت الجهة المنازعة لها في مدينة طرابلس. وحثت الدول الكبرى الفصائل المتنازعة في ليبيا على دعم حكومة الوحدة الوطنية والتي تشكلت بإشراف من الأمم المتحدة، وذلك لإنهاء حالة الشلل السياسي الذي شكلت أحد أسباب تقوية وجود تنظيم داعش الإرهابي في البلاد. خرجت احتجاجات نظمها ناشطون مدنيون في عدد من مدن العراق لمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإيجاد آليات عملية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد. وخرج المئات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ورفعوا شعارات تطالب بضرورة تقديم الفاسدين إلى المحاكم واسترجاع الأموال المسروقة إلى الموازنة العامة.
وفي مدينة الناصرية جنوب البلاد طالب محتجون الحكومة بإجراء إصلاحات فعلية في العراق، كما واحتج العشرات أمام مبنى ديوان المحافظة بمدينة البصرة لمطالبة برفع التعرفة الجمركية عند المنافذ الحدودية. ودائما في الشأن العراقي، فقد أعلن مصدر أمني عراقي في بغداد اليوم الجمعة، أعلن عن استشهاد وإصابة 9 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة. وقال المصدر الأمني الذي لم يكشف عن اسمه أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في قضاء المدائن جنوب بغداد، الشيء الذي أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح. أسفر انفجار لعبوة ناسفة في مدينة العريش شمال سيناء عن مقتل ضابطين من الشرطة المصرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وأوضح مصدر أمني أن الانفجار وقع أثناء مرور قوة أمنية وسط المدينة، مشيرا إلى أن العبوة الناسفة انفجرت في مدرعة تابعة للشرطة. وأصيب في الحادث 5 مجندين آخرين، وأكد سكان محليون أيضا أن الانفجار كان مروعا وأنه تسبب في أضرار لحقت بمنازل ومحال تجارية مجاورة. هذا وسبقا أعلن مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش البكري مسؤوليتهم عن هجمات مماثلة سابقة في منطقة سيناء. ونفذ إرهابيون مسلحون هجمات ضد أهداف للجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى بالبلاد على مدار الأعوام القليلة الماضية. ويشن الجيش المصري من جهته عمليات عسكرية واسعة في سيناء لمواجهة ما يصفها بالجماعات التكفيرية الإرهابية. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص قد يصابون بفيروس زيكا في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية خلال العام الجاري. ويرتبط هذا الفيروس أو يسبب هذا الفيروس تشوهات للأجنة داخل بطون أمهاتهم المصابات، وذلك بولادة الجنين بتشوهات قاتلة وعدم اكتمال لنمو مخ الأطفال. وأعربت السلطات المعنية في الولايات المتحدة عن أملها في بدء تجريب لقاح بشري ضد المرض نهاية العام الجاري. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن هنالك خطوات من أجل حماية الدورة الأولمبية الصيفية والمقررة في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو. وأضاف توماس باتش أن اللجنة ستصدر توصية هذا الأسبوع حول كيفية الحفاظ على سلامة اللاعبين والزائرين في البرازيل، البرازيل التي تعد أكثر البلدان المتعرضة لانتشار الإصابة بالفيروس. وقالت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس زيكا انتقل من مرحلة التهديد البسيط إلى التهديد المثير للقلق. وشكلت المنظمة الدولية فريق طوارئ بعد الانتشار المدوي للفيروس، كما أنها ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لتقرير ما إذا كان يجب التعامل مع الفيروس كحالة طوارئ عالمية. وكان آخر مرة أعلن فيها حالة طوارئ عالمية مماثلة بسبب انتشار فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، والذي من جهته حصد أرواح أكثر من 11,000 شخص. قالت الشرطة الألمانية أن عدد الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين العام الماضي تزايد ب5 أضعاف عما كان عليه قبل عامين. ويشبه في أن 90% من الهجمات التي قد شنها كان قد شنها متطرفون يمنيون أو يمينيون عفوا. وفي العام الماضي طلب عدد قياسي تجاوز 1,000,000 شخص اللجوء إلى ألمانيا، وفي الوقت الذي تواجه السلطات فيه المحلية مشاكل في إيجاد سكن للاجئين. وقامت ألمانيا بتوسيع قائمتها للدول الآمنة على أمل الحد من تدفق المزيد من اللاجئين. فبعد ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا إعلان كل من المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة في المنطقة، بالرغم من أنها ليست كذلك، الشيء الذي قد ييسر للبلاد عملية إعادة المهاجرين بحسب ما قاله نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبحسب بعض المصادر الرسمية فإن الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين تزايدت، وأن المحققين لاحظوا من جهتهم زيادة كبيرة في اللغة العدائية إزاء المهاجرين على الإنترنت. كما وعثر رجل أمن ليلة الخميس على قنبلة يدوية كانت قد ألقيت على مركز لإيواء المهاجرين جنوب ألمانيا. كان هذا ختام نشرتنا لهذا المساء. مشاهدين الكرام، نذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر المستجدات على صفحات التواصل الاجتماعي لخدمة فدك الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.